انا عندي 34 سنه خلاص، من وانا عندي 12 سنه وعندي حلمين، ان انا اركب عربيه حلوه جدا متعدله انا اللي اعملها، وان انا افتح مطعم. جيت 17 18 سنه ابتديت اشتغل في العربيات، بقيت قوي الحمد لله. عرفت ان انا اجيب حادثه هعملها، وعرفت ان عربيه خمس حتت هجمعها في خمس دقائق. عملت عربيتين، جبت موتوسيكل 400 على طول كده ب 20,000 جنيه. اشتغلت حوادث وقطعيات ولحمات. عربيه بمليون جنيه اتخبطت من جوه، تعالى هرجعها لك جديده. بعرف ارجعها جديده وعرفت ارجعها جديده. دب دب مسكت ميتينات، مسكت 300، وفضلت شغال في الدره كده، وفضلت اعمل عرب فلوس. اشتغلت مع السياحه والجمارك وفضلت اعمل فلوس متخلفه. وصلت ال 800 وصلت المليون وكسرت المليون، وبقيت عيل صغير راكب بي ام وراكب موتوسيكل ريس وراكب عربيه نيسان، بروح بيها الحرفيين وباجي بيها الحرفيين، والبي ام بتاع بالليل والريس بتاع النسوان. خلاص اشتغلت، المهم وصلت للمرحله دي، لحد ما رحت يوم في الحرفيين لقيت راجل بيولول معاه كروز. في ايه يا عم؟ قال لك العربيه دي انا اشتريتها وانا تاجر، وبعت دهب مراتي والحاجات اللي هي بتاعت الافلام اللي بتتحكي دي، والعربيه اتخبطت بنبص لنا تلات حتت، حد يعرف يرجعها لي؟ المهم ببص على العربيه كده لقيت ان العربيه دي انا اللي عاملها من سنه، عملتها له رجعتها له جديده تاني. الراجل عزمني في بيته، رحت دخلت بيته اتخضيت، عياله كلها، واحده دكتوره وواحده مش عارف ايه وواحده مش ايه، الكلام ده كان من 7 سنين يعني. وانا بقى اللي كنت هلبس العيله دي كلها في الحيط. المهم رجعت حلفت اقسم بالله العظيم 100 يمين حلفت، رجعت من البلد، الراجل ده كان من المحله، رجعت قلت اقسم بالله انا مش شغال الشغلانه دي تاني. كان اخويا في السعوديه عنده مصنع في السعوديه، المهم رحت عملت عمره عنده وبتاع ومش عارف ايه، ورجعت من العمره قلت بقى ايه خلاص. المهم ان انا عملت الكلام ده كله رجع. انت حبيبي انت لازم تركب بي ام معدله، ماشي يا حبيبتي. شعراوي انت صاحبي لازم تركب مش عارف ايه، ماشي حبيبي. انت مش عارف ايه، ما انا شعراوي ده بيبيض فلوس خلاص. المهم يا جدعان انا مش هشتغل الكلام ده كله، انا مش انا هفتح مطعم. فجاه الناس دي كلها ولا كانها تعرفني، الدنيا اتقفلت في وشي. وقلت ايه؟ طب انا مش مهم، طب اعمل ايه؟ طيب الناس دي اتبخرت، طب تعالى بقى انا اجرب اشتغل، تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كنت عامل اعلان عن مش عارف ايه وبتاع، طب تعالى نشاركك. انا ده انا مش مطعم، ده انا اسطبل. قلت له طيب هاجي لك. رحت اشتغلت في اسطبل خيل، اقسم بالله مسكت الاسطبل، الراجل طلع عسل، الدكتور محمد علي خلاني شريكه. اشتغلت شويه وقلت لا انا عايز مطعم. لقيت واحد اسمه محمد طلعت واحمد ابو زلات، اتنين لواءات، وكان كان لواءات وعندهم شركات عقارات، شغلوني معاهم وبقيت مدير مش عارف ايه، وبقيت علامه من علامات مرسى مطروح. سبت الكلام ده كله، عايز اروح مطعم بقى، عايز اشتغل، نفسي افتح مطعم بس معيش فلوس. طب ارجع للناس اللي هي كانت عايزه تديني ملايين؟ لا تعالى اسلام، ايه نفتح لك مركز خلاص، هم عايزين شمال. اللي خلاني بتكلم في الحوار ده ان انا قاعد مع ناس من شويه والناس مش طايقاني ان انا مش عايز افتح كده. طب انا مش هفتح كده، طب انت خليك كده، انت مش لاقي تاكل، خليك كده، انت اقعد تدور على البنوك عشان حد يديك مليون جنيه عشان تروح تفتح مطعم. ما انت المليون جنيه ممكن تجيبهم في قد كده. انا مش عايز اجيبهم. ما تستعجلش على الحرام، ما تستعجلش على الفلوس، ما تستعجلش على الفلوس. وحاجتين تعملهم في حياتك، تقرب لربنا قوي وتبعد عن الناس الوحشه. ما تقربش جنب واحده وانت شغال في مكان تسد نفسك تقول لك ايه ده، بس انت ازاي شغال في مطعم شكلها وحش قوي يعني، طب انا مش عارف انا في ظهرك وانا في رجلك والكلام ده. لا لا لا، تمشيش مع واحد يشرب مخدرات. انا لما ربنا كرمني دلوقتي وبقيت زي الفل، بسعى في كل يوم واروح اقدم في كارد هنا ويترفض، اروح اقدم في كارد هنا ويترفض، وربنا يكرمني عاجلا ام اجلا، ربنا يكرمني. وكل شويه حد يقرص عليا ويجي لي يا ابني خد هنفتح كذا، هجيب لك عربيه كذا، هنعمل كذا، اقسم بالله ما اعمل حاجه حرام تاني، اقسم بالله ما هيحصل. رغم ان مصر كلها محلله اللي انا بقوله، بس انا استحرمته ومش هعمله تاني، اقسم بالله ما معلش انا بحلف كتير، بس اقسم بالله ما هعمله تاني. في ثانيه فانوس سحري هيترد لي وهعمل كل حاجه في الدنيا. فانت ما تستعجلش على الحرام، ما تقعدش تدور على مصلحه اثار، ما تقعدش تدور على مصلحه شمال، ما تقعدش تدور على واحده تفتشها، ما تقعدش تدور على واحد تعمل عليه مصلحه، ما تقعدش تدور على الكلام ده كله ملوش لازمه. الفلوس الكتير ملهاش لازمه، الستر هو اللي ليه لازمه، الجدعانه هي اللي ليها لازمه، انك تبقى بجح ومش خايف هو اللي ليه لازمه. ما تصاحبش حد وحش، خلي علاقتك بربنا جميله. انا نفسي اتكلم كتير قوي في علاقتك بربنا، بس خايف عشان انا امكانياتي ما تسمحليش بكده، اغلط، بس علاقتك بربنا دي تحفه. كل الناس مستغربه، كل الناس شغاله في العربيات عماله تتريق عليا تقول لي انت كنز بس انت فقري. لا انا فقري، انا مش هعمل حاجه حرام تاني. كل يوم بترفض الكارد بتاعي، بترفض من حته، كل يوم اروح اقدم ورقي مش عارف ايه، يا عم انت بقى تاخد مليون، يا عم انا وقفت. واللي انا بقوله دوت انا ممكن اجيبه في 3 4 اشهر، كل الناس عارفه. اي حد في الدنيا هيديك
هيخليك تقرص على نفسك ان انت تعمل حاجه غلط، ابعد عنه ايا كان مين هو، ايا كان مين هو. اقسم بالله السلام النفسي وربنا جميل. ولما تروح لربنا وتصلي ما تدعيش بحاجه، ما تدعيش بواحده، ما تدعيش بوظيفه، قول ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لان ربنا من حنيته ممكن يعمل يحقق لك دعوه انت مثلا تقول على واحده انا نفسي فيها، فربنا يفضل مخليها معاك، بس هو ربنا عايز يرضيك لكن هي مش خير ليك، فسيبها لربنا، استحمل ربنا يرس عليك شويه لما تقول له لا تكلني الى نفسي طرفه عين. انا مش شيخ والله، بس انا مبسوط قوي ان انا علاقتي بربنا بقت جميله جدا. معلش ومش هتكسف، ما انا واحد ساحل وجونه وغضب ربنا غضب ربنا، وفجاه مبسوط يعني عسل وراضي قوي، وكل يوم بتعسر وكل يوم بيداس، وانا عمري ما استسلم.